الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة 70 ويؤكد أنه لولا تضحيات الشهداء ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة. الرئيس السيسي يؤكد أن الوحدة والحفاظ على الثوابت الوطنية هما السبيل لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة. خلال زيارته لسلطنة عمان، شكري يؤكد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة أنه لا يفوته في هذا اليوم أن يوجه تحية بمناسبة ثورة 25 من يناير. وأضاف الرئيس السيسي أن ثورة يناير عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. كما لا يفوتني اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة 25 من يناير، والتي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين، وأن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز الشرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 70 لعيد الشرطة أن رجال الشرطة أثبتوا في معركة الإسماعيلية عام 1952 أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، بل بمدى عقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. قد أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. شعب مصر العظيم، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واع ومدرك لطبيعة مهمته جيداً. كما وجه الرئيس السيسي تحية لأرواح الشهداء والمصابين ممن ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، مشيرا إلى أن جهودهم وبطولاتهم ستظل دائما في الذاكرة. وتحية أيضا مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس. ولكن تبقى مصر هكذا، ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن دحر الإرهاب كان ثمنه كبيرا جدا، وأنه لولا تضحيات الشهداء ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة. وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 70 تضحيات من قدموا أرواحهم وأصيبوا من كل أبناء الوطن في معركة القضاء على الإرهاب. احنا مش هننسى أبدا أبدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بأبنائكم لهذا الوطن، مش هننسى. والنسيان هنا مش اعترافا بس بفضلكم وبفضل أبنائكم اللي استشهدوا، لا، الفضل هنا بأن احنا هيكون ثمن هذه الشهادة وهذه التضحية هو بناء مصر القوية الجديدة.
هو ده اللي انا بس عايز اكده معاكم عشان تبقوا عارفين ان الثمن اللي اتدفع ده هو ثمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه ان هو ثمن لبلد فيها 100 مليون، ال 100 مليون دول يعيشوا ان شاء الله في امان وسلام واستقرار وتقدم. وفي كلمته أيضا أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى للحفاظ على الاستقرار في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري، مشددا على أن الوحدة والحفاظ على الثوابت الوطنية هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة. وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا لليوم، وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمرا قابلا للتغيير. ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين. وفيما يتعلق بجهود البناء والتنمية، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تم تحقيقه هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. إن الطريق ما زال أمامنا طويلا، وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن المصري وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة عن شكره باسم المصريين للأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة وباء كورونا للحفاظ على صحة المصريين. ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا، ومن هذه الأزمات تأتي جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم كله، وما من مناسبة نلتقي فيها إلا وأنا أكرر شكري باسم المصريين جميعاً إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المصريين.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أهلا بك معنا أستاذ جميل. بداية قراءتك لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة اليوم. في البداية طبعا لازم نهني رجال الشرطة المصرية ورجال وزارة الداخلية في عيدهم يوم 25 يناير، وأيضا لما يقدمونه من تضحيات ومن جهد في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية، وتقديم كل ما هو غالي ونفيس من أجل المحافظة على التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. طبعا كلمة الرئيس النهاردة كانت كلمة هامة جدا كالعادة، كلمة بيوجه فيها الشكر لرجال الشرطة ولشهداء الشرطة المصرية وأسرهم، وفيها أيضا العديد من الرسائل. أهم الرسائل دي أن الدولة المصرية بتسعى إلى تحقيق الأمن وتحقيق الاستقرار وإعادة البناء مرة أخرى والاستمرار في إعادة البناء مرة أخرى. احنا شفنا التضحيات اللي بيقدمها رجال الشرطة المصرية واللي قدمها من سنة 2013 لغاية وقتنا هذا، هي اللي كانت السبب في أن الدولة تستمر وأن الدولة تواجه التحديات دي كلها، وأن الدولة تبدأ في عملية التنمية الشاملة والتطوير والتحديث في كافة المجالات داخل الدولة، لأن هم قدروا أن هم يفرضوا الأمن والنظام مرة أخرى في داخل الدولة المصرية. احنا شفنا بعد أحداث 2011 وما تلاها لغاية 30 يونيو 2013، طبعا الفترة دي كانت مرحلة صعبة جدا على الدولة المصرية، حصل فيها انهيار، حصل فيها وجود تنظيمات إرهابية، وجود تنظيمات أيضا إجرامية روعت المواطنين، وكانت الهدف منها طبعا إسقاط الدولة وإسقاط الشرطة المصرية، لكن الشرطة المصرية قدرت أنها تعيد بناء نفسها مرة أخرى، وقدرت أنها هي تسيطر على الوضع، وقدرت أنها هي تحقق الأمن والاستقرار مرة أخرى. طبعا سيادة الرئيس بيقول أن احنا في منطقة احنا مستمرين في إعادة البناء، ولكن هناك تحديات كثيرة، أهم هذه التحديات والمحافظة على الأمن القومي المصري، لأن في تحديات احنا شايفين الدول اللي حوالينا للأسف الشديد حدث فيها أزمات ومشاكل كثيرة جدا أثرت في منطقة الشرق الأوسط وأثرت في عملية التنمية وجعلت المنطقة مركزا لتنظيمات وعناصر إرهابية لبعض. في بعض الدول انهارت الدول للأسف الشديد، لكن الدولة المصرية قدرت أن هي تحافظ على استقرارها وتحافظ على التنمية بداخلها، ويجب أن يكون هناك تحدي من الشعب المصري كله على قلب رجل واحد من أجل الاستمرار في عملية التنمية ومن أجل المحافظة على الأمن القومي المصري، اللي هو ده أساس الاستقرار في الدولة وأساس أيضا الاستقرار في المنطقة بالكامل. طيب في هذه النقطة تحديدا، يعني فكرة ثوابت الدولة المصرية جاءت كلمات محددة على لسان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا وهي العهد، العزة، الكرامة، العقيدة، الحفاظ على بقاء الدولة المصرية وتحالف الشعب والشرطة. هي كلمات تمثل فكرة ثوابت الدولة المصرية يكررها الرئيس في كل محفل، ما تقديرك لهذا التكرار ولهذا يعني ثبات هذه الكلمات؟ هو ثبات هذه الكلمات وتكرار هذه الكلمات من أجل أن الرئيس بيحس الشعب المصري أن نكون أو الشعب المصري كله يكون على قلب رجل واحد، كل الشعب سواسية، الدولة بتسعى إلى تقديم كل ما لديها من أجل المواطن المصري، من أجل تحقيق الاستقرار، من أجل تحقيق الأمن، وعلى الشعب دور مهم جدا هو المحافظة على التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. زيادة الوعي، يجب أن يكون هناك زيادة الوعي عند المواطن المصري. مصر تخوض معركة ضخمة جدا اللي هي معركة الوعي للشعب، ولأن هناك العديد من الهجمات بتتم يوميا على الدولة المصرية من خلال مواقع التواصل أو من خلال وسائل إعلام أجنبية، لكن الدولة الوعي الشعب المصري هو اللي بينتصر كل مرة، وهي معركة لن تنتهي، هي معركة مستمرة على الشعب المصري أن يكون لديه الوعي الكامل
لمواجهة كل التحديات ومواجهة كل الأزمات التي تواجه الدولة المصرية، للاستمرار في عمليات البناء، للاستمرار في التنمية الشاملة داخل الدولة. ده بجانب طبعا شيء مهم، وجود رجال الشرطة المصرية اللي بيواجهوا بصدورهم الإرهاب وبيواجهوا بصدورهم العمليات الإجرامية، وأيضا بالتعاون مع رجال القوات المسلحة المصرية. اتضحت فكرتك أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أشكرك جزيل الشكر. وخلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 70 لعيد الشرطة، كرم الرئيس السيسي أسماء شهداء الشرطة وصدق على منحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق، ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لاسمي الشهيدين عقيد أحمد جابر أحمد نصار والمقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبده، كما منح الرئيس السيسي وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة لاسمي الشهيدين مساعد شرطة ثالث عبد المحسن المنشاوي عبد العزيز والشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر. ومنح أيضا الرئيس السيسي عددا من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بأكاديمية الشرطة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70. وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وزير الداخلية محمود توفيق. أكد وزير الداخلية محمود توفيق حرص الوزارة على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية والحفاظ على حقوق الإنسان وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية. وشدد وزير الداخلية في كلمة له خلال الاحتفالية بعيد الشرطة 70 على العمل على تحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي. تحرص الوزارة لمواكبته على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي، من خلال بذل المزيد من الجهد والارتكاز على الأسس العلمية في التخطيط الأمني ومواصلة الارتقاء بأعداد العنصر البشري وتطوير معدلات وآليات الأداء. قدم وزير الداخلية محمود توفيق هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفالية عيد الشرطة 70. وأكد وزير الداخلية أن ذلك يأتي تقديرا وعرفانا لقائد أنجز لمصر قاعدة راسخة في التنمية والازدهار، وكان دائما سندا لشعبه في مغالبة الصعاب، وصار جابرا للخواطر ونجت به مصر من المهالك. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 13 لسنة 2022، وذلك بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وجاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية. تقدم شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية قيادة وضباطا وأفرادا وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. وأعرب شيخ الأزهر الشريف عن تقدير الأزهر للدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين، متقدما بخالص التحية والاعتزاز لشهدائنا من شباب مصر وأبطال الشرطة المصرية البواسل الذين ضحوا بالغالي وبالنفيس لتنعم مصرنا بالأمن والأمان، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته وبمغفرته وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا بالخير والأمن والاستقرار والسلام. هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندري زكي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة 70 وذكرى 25 يناير. وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن الاعتزاز الدائم بنجاح قوة الشرطة الباسلة وتطلعها لمستقبل مشرق يحقق أمن واستقرار المصريين. كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق خاصة التي تخدم المدن الجديدة. وخلال استعراضه لتقرير بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة، أشار مدبولي إلى أن المشروعات تسهم في جذب العنصر السكاني وتسهم بفرص الاستثمار والتشغيل، بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار التقرير إلى إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة بإجمالي أطوال بلغت 1350 كيلومترا وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيه. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة. وخلال اللقاء أشار مدبولي إلى الاهتمام الذي تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تعظيما لما تتمتع به من إمكانة هائلة تجعلها منصة جاذبة للعديد من الاستثمارات والصناعات. ومن جانبه استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال اللقاء الموقف الخاص بأعمال التطوير الجارية حاليا بميناء السخنة، والتي تتضمن الأعمال بالأرصفة والأحواض الستة متنوعة الأنشطة وما تضمه من محطات للحاويات وأخرى للبضائع. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الهوية البصرية لمحافظة أسوان، قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة أسوان وطلبت الجامعة الألمانية ومع عدد من طلاب المدارس والجامعات بتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة. يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بقينا سنين عمرنا الأرض كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد أسواني أنا مش أي حد، أسواني أنا مش أي حد، أسواني أنا مش أي حد. أسوان بلاد الذهب، تاريخها يعبر عنها وحاضرها مليء بالإنجازات، هويتها مصرية، تقاليدها عريقة، طموحنا أن يظل لها مكانة عظيمة بين كل بلاد العالم وفي قلب كل زائريها، فكان لزاما علينا أن تكون لها هوية بصرية تظل راسخة في عقل ووجدان كل من يتواجد على أرضها. هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان يخلصوا لي الموضوع، لو قدرنا قبل يوم 15 هنبقى كلنا فرحانين. شكرا جزيلا. وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة متمثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة أسوان وطلبة الجامعة الألمانية وبعض من طلاب المدارس الزخرفية وطلبة كلية الآثار بتنفيذ هوية بصرية لمحافظة أسوان. وتبدأ من مطار أسوان أول مكان يراه الزائرون، يتجلى في أبهى صوره بلوحات تعكس حضارة وعراقة هذه الأرض الطيبة. بلدنا جمالها سيرة على كل لسان، تزورها مرة ترجع لها كمان وكمان، ملكة سمرة متوجة في أي زمان، ملكة سمرة متوجة في أي زمان. ثم محطة قطار سكة حديد أسوان،
والميادين العامة والجداريات التي تزين شوارع المدينة، مروراً بالسوق التجاري وبعض المعالم السياحية والمراكب النيلية والسيارات التي تحمل طابعاً يعبر عن أصالة هذه المحافظة ذات الإطلالة الساحرة، وكذلك مدينة غرب سهيل ذات الطابع التاريخي الفريد. إنها وبحق إطلالة ساحرة لمدينة تضرب بجذورها في عمق التاريخ. زيارته الحالية لسلطنة عمان، سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سلطان عمان هيثم بن طارق. كما التقى شكري مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود السعيد. تناول اللقاء ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وطفرة تنموية تعزز جهود دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية. وتطرق شكري إلى التضامن بين البلدين والشعبين والتقدير لما يقدم للجالية المصرية في عمان ودور هذه الجالية كجسر للتواصل بين البلدين. كما تناول اللقاء أبرز القضايا العربية والإقليمية والتأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية. شهد وزير الخارجية سامح شكري أعمال الدورة 15 للجنة المشتركة بين مصر وسلطنة عمان. في هذا الإطار وقع وزيرا خارجية البلدين على 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين الشقيقين. تضمنت مذكرات التفاهم مذكرة في شأن المشاورات السياسية ومذكرة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وأخرى للتعاون في مجال الإعلام، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي وبرنامج تنفيذي في المجال السياحي وآخر بين وزارتي التربية والتعليم. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ما نتج عن اللجنة العمانية المصرية من توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات سوف يسهم في تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين ودعم التنمية في البلدين الشقيقين. وأشار شكري إلى أن العمل جار إلى مزيد من التعاون لما يحقق زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان وتسهيل
تحليل جميع العقبات. وبشأن ملف سد النهضة، أكد شكري أن مصر دائما على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق، ومشيرا إلى أن هناك تجارب كثيرة خاصة في الإطار الأفريقي وتم حلها وفق القانون الدولي، والتي تلبي احتياجات جميع الأطراف، وهي حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في نصيبهما من مياه النيل. عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقدت أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير أحمد عبد الرحمن البكر مندوب دولة الكويت. وخلال الاجتماع أكد السفير محمد أبو الخير مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، أكد على تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات في مواجهة الحادث الإرهابي الغاشم الذي نفذته قوات الحوثي، خاصة باستهداف أهدافهم للمدنيين. وجاء الاجتماع بناء على طلب الإمارات لمناقشة الهجمات التي قامت بها قوات الحوثي، ومن المقرر أن يصدر عن الدورة غير العادية قرار يعبر عن الموقف السياسي العربي الرافض لهذه الهجمات والتضامن مع دولة الإمارات. قال وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح أن العلاقات مع بيروت لم تنقطع، وأنها الآن في مرحلة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة. جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها حاليا وزير الخارجية الكويتي إلى بيروت. في أول زيارة لمسؤول خليجي بارز للبنان، توجه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت ضمن الجهود الدولية المختلفة لإعادة بناء الثقة مع لبنان. تعد هذه الزيارة ضمن الجهود الدولية المختلفة كإجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان الشقيق. ولهذا التحرك الكويتي الخليجي العربي الدولي ثلاث رسائل. الوزير الكويتي أكد أن هذا التحرك يحمل ثلاث رسائل إلى لبنان: الأولى تعاطف وتضامن مع الشعب اللبناني، والثانية رغبة مشتركة لاستعادة لبنان لرونقه وتألقه، أما الثالثة فهي رؤية كويتية خليجية حيال لبنان تتمثل في أن يكون واقفا صلبا على قدميه، لأن قوته هي قوة للعرب جميعا. الآن الزيارة هي كخطوات ومقترحات كإجراءات لبناء الثقة. الآن احنا سلمناها إلى دولة الرئيس وإلى أخي وزير الخارجية، والآن على الأشقاء في لبنان دراستها ومعرفة يعني كيفية التعامل مع هذه الأمور والمضي قدما فيها. وشهدت الزيارة جلسة مباحثات بين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الكويتي لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين بيروت ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لمناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. خطوة إذن لإعادة الثقة بين لبنان والعالم تأتي في وقت يحتاج فيه البلد العربي لكل دعم ممكن للخروج من أزماته وتحديداً الاقتصادية. السادسة متواصلة مع حضراتكم، نتابع فيها تواصل الاحتجاجات في بروكسل على إجراءات مواجهة كورونا وشهادات اللقاح. احتشد محتجون في العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل مسيرة ضد الإجراءات المفروضة لمواجهة فيروس كورونا وشهادات تلقي اللقاح. تأتي المسيرة بعد صدور قرار حكومي بتقليص صلاحية شهادات إشعار تلقي اللقاح من 270 يوما إلى 150 يوما اعتبارا من مطلع مارس القادم. وشهدت بلجيكا تزايدا في أعداد الإصابة بكورونا، وكذا في أعداد من يدخلون المستشفيات في يناير الجاري بحسب المعهد الوطني البلجيكي للصحة العامة.
أعلنت روسيا عن تسجيل عدد قياسي جديد من الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي بفعل متحور أوميكرون سريع الانتشار. وأحصت روسيا الدولة الأكثر تضرراً جراء كورونا في أوروبا أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بحسب أرقام صادرة عن الحكومة. ولا تزال السلطات في روسيا تواجه صعوبة في إقناع المواطنين بأخذ اللقاح، بينما خرجت البلاد بالكاد من موجة وبائية مميتة نجمت عن تفشي المتحورة دلتا. وروسيا هي رابع دولة أكثر تضرراً بالفيروس في العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند. أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع مع فريقه للأمن القومي في كامب ديفيد لمناقشة الأنشطة الروسية ضد أوكرانيا. وأضاف البيت الأبيض أنه تمت إحاطة بايدن بشأن وضع العمليات الروسية العسكرية على الحدود الأوكرانية، حيث ناقش الاجتماع المساعي الدبلوماسية المتواصلة لخفض التصعيد عبر الدبلوماسية، وأيضا إجراءات واشنطن التي تتم مناقشتها مع الحلفاء. وشدد بايدن مجددا على أن غزو روسيا لأوكرانيا سيترتب عليه الكثير من التداعيات الكثيرة والقاسية والسريعة ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن فرض عقوبات على روسيا الآن سيؤدي إلى فقدان الغرب القدرة على ردع أي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا. وخلال تصريحات صحفية أضاف بلينكين أنه إذا دخلت قوة روسية إضافية إلى أوكرانيا فإن هذا الفعل سيستدعي ردا قويا، مشيرا إلى أن أمام روسيا خياران هما التصعيد ومواجهة العواقب الوخيمة أو اللجوء إلى الدبلوماسية. إلى حياة كريمة، حيث أكدت وزارة الصحة بالبحر الأحمر تواصل فعاليات القافلة الطبية بوحدة صحة قرية الحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لليوم الثاني. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تامر مرعي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 203 حالات بمختلف التخصصات الطبية، وذلك على مدار يومين، منها إجراء عدد 38 فحصا معمليا وإجراء عدد 25 أشعة وسونار، كما تم إجراء عدد 27 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. تفعيلا لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بدأت جامعة الوادي الجديد في تنفيذ برامج متكاملة للمساهمة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين بقرى محافظة الوادي الجديد، وذلك من خلال تسيير قوافل طبية لعلاج المواطنين في مدن وقرى المحافظة وتوفير العلاج بالتعاون مع جامعة أسيوط، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين لتسيير القوافل الشهرية لسد العجز في مختلف التخصصات الطبية التي تعاني من نقصها المستشفيات بالوادي الجديد، بالإضافة إلى عقد الندوات العلمية المتعلقة بالثقافة الصحية لحماية المواطنين من أخطار فيروس كورونا ومختلف الأمراض الأخرى السارية. في إطار المبادرة الرئاسية كدور أطباء جامعة الوادي الجديد، نظمنا سلسلة من القوافل لجميع
مناطق لوحدة الدخلة والباريس والفرافرة وبلاط وموط بالتنسيق مع جامعة أسيوط. كل شهر يبقى في قافلة طبية بتخصصات متعددة معلن عنها مسبقا لخدمة أبناء محافظة الوادي الجديد. تقوم الجامعة وبالأخص كلية الطب بسلسلة من القوافل الطبية والندوات العلمية يعني لقيام دور الجامعة كتنموي وتوعوي للمواطن في الوادي الجديد، ان يعني ان احنا نحافظ بقى على صحته وان احنا نوعي ان هو اللي يحافظ على صحته، لان اصبح دلوقتي مش الدور الاساسي على الاطباء ولا على المستشفيات ولا على اي حاجة من دي، اكتر ما هو على المواطن نفسه ان هو لازم يكون عنده وعي كامل بكيفية المحافظة على نفسه من فيروس كورونا ومن أي فيروس ممكن يكون مستجد فيما بعد. يعني مشاهدينا موعدنا الآن مع أخبار المال والأعمال، تقدم لنا رغدة أبو ليلى. شكرا لكما آية الكفوري ونهى توفيق. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان عددا من التيسيرات الجديدة لمنتفعي المشروع القومي من شركات صغار المزارعين والشباب. وأكدت الشركة أن تلك التيسيرات تهدف إلى تذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المنتفعين الجادين بأراضي المشروع في عمليات الاستزراع والتنمية، والسماح لهم باستكمال إجراءات التعديلات لتوفيق أوضاعهم بما يساعدهم على إتمام عمليات الاستزراع والتنمية بقطع الأراضي المخصصة لهم بالمشروع القومي لاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان. أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثاني من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من 2018 حتى 2021، ويستعرض هذا العدد الملامح الأساسية لكافة البرامج التي تنفذها وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية للاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية. ويتناول التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي بلغت نحو 1300 مشروع تنموي بتكلفة كلية تقدر ب 113 مليار جنيه. شدد وزير البترول طارق الملا على أهمية التفكير المبتكر في استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التسويق لاقتناص الفرص التي تتيحها السوق المصري حاليا. وخلال ترأسه أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول، أكد الملا أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير والتحديث التي تقوم بها. كما لفت الوزير إلى أن الاستراتيجية المرنة التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث محاور العمل البترولي تسير بخطوات جيدة تواكب الإصلاحات العامة التي تقوم بها الدولة. أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم في أولى جلسات الأسبوع على تراجع للمؤشرات بضغوط من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب. وسجل رأس المال السوقي مستوى 759 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 6.5 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 65% ليغلق عند مستوى 11655 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس 70 بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة. كما انخفض مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة.
أكدت وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات النفط العراقي بلغ 3.2 مليون برميل يومياً في شهر يناير الحالي، وتوقعت الوزارة أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى 3.3 مليون برميل يومياً. أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة البترول أن تطوير ورفع كفاءة منظومة توفير اسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلية ساهم في توفيرها بشكل آمن ومستقر خلال السنوات الست الماضية، لافتا إلى المتابعة والدعم الكامل الذي أعطته القيادة السياسية لهذا الملف. وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية بتروجاز لاعتماد الموازنة التخطيطية، أكد وزير البترول طارق الملا أن تطوير هذه المنظومة تم جنبا إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. أكدت وزارة التنمية المحلية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية. وخلال اجتماع ضم وزراء التنمية المحلية والزراعة ومحافظ دمياط، تم التأكيد على أنه من المخطط تطوير نحو 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير نحو 150 مجزرا. وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة 1.6 مليار جنيه. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى آية ونهى. إليكم. شكرا رغدة. إذن مشاهدينا الكرام، ختام نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة 70 ويؤكد أنه لولا تضحية الشهداء ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة. الرئيس السيسي يؤكد أن الوحدة والحفاظ على الثوابت الوطنية هو السبيل لمواجهة التحديات وصعوبات الراهنة. خلال زيارته لسلطنة عمان، شكري يؤكد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من السادسة. شكرا لحضراتكم، في أمان الله.